يقرر مجلس الوزراء الآتي، يعني قرار التزام الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها السياسية النائي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب، وعن الشؤون الداخلية للدول العربية، حفاظا على علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب. في النهاية يشكر مجلس الوزراء رئيسه على موقفه وعلى عودته عن الاستقالة. شكرا. البيان ما صار بجلسة، البيان طلب من دولة الرئيس أنه يطلب البيان وحقه. وفعلا مين طلب؟ مين طلب؟ قد الفرنساوي طلبوا، الأمريكاني طلبوا، السعودي طلبوا، القطري طلبوا، ما كنت يعني، لكن اللي أنا ماني حاضره ما فيني لك. يعني هو شو إجا؟ إجا قال إنه أنا عندي هون ملاحظات طلب يقولون. أيوة، ولازم نرجع على البيان الوزاري. وكمان لسوء حظنا قلة الوضوح بعباراتنا. بدي أرجع على قصة نائب النفس. هيدا عرف عنا بلبنان، بتجي مواسم كلمات بنعتمدها وما بنعرف شو هي. الله يخليكم، نائب النفس الضعيف بينقى بنفسه ولا القوي؟ نحن بدنا النائب النفس، بدنا انتو تحلوا عنا، بدنا انتو تخلونا نقرر شو لازم لنا بيناتنا. عاد رئيس الحكومة عن استقالته، وعادت الحكومة لتجتمع، فصار التصاق تيار المستقبل بالتيار الوطني الحر، أو بشكل أدق التصاق سعد الحريري بجبران باسيل، أكثر وضوحاً مما كان عليه قبل رحلة السعودية، فيما راح ما تبقى من خيوط رفيعة لاتفاق معراب يتقطع الواحدة والآخر. كنا نشعر بشكل دائم أنه في اتفاق ثنائي مسبق تقريباً على كل شيء يطرح على مجلس الوزراء، والاتفاق الثنائي المسبق بوقتها كان بشكل واضح بين رئيس الحريري والوزير جبران باسيل، لو درجة انه وصلنا مرة قلنا انه هيدي مش طاولة صفرة، يعني في مطبخ تتحضر فيه الامور وبتوصل على طاولة الصفرة والبقية